زميلنا الناقد الرياضي الأستاذ محمد مراد، نعرف برضو ماذا يحدث في استاد القاهرة، ينقل لنا برضو نبض الجمهور في استاد القاهرة. أستاذ محمد، ازي حضرتك؟ مرحب بك يا كابتن اسلام، ومرحب بكابتن الشريف والكابتن احمد سلام، طبعا الكابتن اسامة حسني، ودايما متعلقين في العدد. ربنا يخليك يا استاذ محمد. محمد، عايز اعرف ايه اللي بيحصل في الاستاد دلوقتي؟ والله كابتن، هو بيحصل حاجات احنا كنا متعودين عليها في 2006 ولغايه 2010 كده، كنا بنشوف الاجواء دي. يعني الاجواء دي كانت من ايام كنت بس يا كابتن. الحقيقه اجواء الحياه تخليك سعيد اللي انت مصر بجد. يعني شفنا حفل افتتاح اسطوري، النهارده بنشوف حفل ختام اكثر من رائع. والحقيقه الافار مسؤول الكاف واحمد احمد موجودين، الحقيقه منبهرين والله بالاستاد وبالحضور. الاستاد ممتلئ على اخره، يعني حوالي من 45 ل 80 الف مشجع. ما فيش مكان لمشجعين، يعني في بعض الناس واقفين في السلالم اللي جنب المدرجات. ده بياكدك حجم الاقبال الجماهيري الكبير جدا على الحضور للمباراه، لمتابعه المباراه. الحقيقه يعني زي ما قلت لك في الاسلام، والله يعني اجواء بترجعنا لزمان. بس نتمنى تبقى موجوده الفتره الجايه في الدوري، وعوده الدوري مع الجمهور، والجمهور ترجع لمكانها الطبيعي. الحقيقه يعني الاستاد يعني حاجه تفرح والله كابتن اسلام. طيب استاذ محمد، طبعا شكل الاستاد حاجه جميله جدا وحاجه مفرحه جدا، وانت طبعا داخل قابلت عدد كبير من الجماهير وسالتهم، كانت اجابتهم ايه عن ان مين اللي هيقدر يفوز في مباراه اليوم النهارده؟ يعني هو كله جاي متوقع وواثق من المنتخب بالاداء الرجولي اللي كانوا عليه في الماتشات اللي فاتت، واللي بدات من ماتش غانا. يعني ماتش مالي كان الحقيقه الاداء فيه مش كويس، لكن ماتش غانا والكاميرون والدور قبل النهائي امام جنوب افريقيا، وان انت تكسب 3-0 وتقدم مستوى رائع، وعندك لعيبه. يعني زي ما بتقول البطوله دي اتعملت من عدم كابتن. يعني الو. طيب نرجع مره اخرى لغايه لما يجي لنا مره اخرى زميلنا الاستاذ محمد مراد. كابتن شريف اتفضل. انا بس ما كنتش عايزك تسترسل في الكلام واقطعك. لا طبيعي. فاحنا النهارده الحقيقه بعد عن التوتر، بعد عن كل شيء في المباريات السابقه اللي احنا كنا بنقابلها. طب معلش عشان رجع لنا تاني الحمد لله الاستاذ محمد مراد. ايوه استاذ محمد اتفضل. يعني بقول لك كابتن اسلام، يعني البطوله الحقيقه اتعملت من العدم. يعني كان كله في الاول خالص ما كانش فيه اهتمام، مظبوط، سواء اعلامي كبير او اعلامي جماهيري. فانت عملت حدث من لا حدث. يعني اول ماتش كان 20,000 او متفرج، ثاني ماتش بقى 25 30، ثالث ماتش بقى حوالي 60,000 مشجع، دلوقتي الاستاد 80,000 مشجع. فانت نجحت ان انت تقدم بطوله من لا شيء. لكن السبب الرئيسي او النجاح الرئيسي في البطوله دي الحماس اللي موجود عن اللعيبه، الرجوله، الاداء الرجولي للعيبه في البطوله. طبعا يعني بعد الاخفاق الحقيقه المؤسف للمنتخب الاول في افريقيا اللي فاتت، اللعيبه دي قدرت يعني ترجع الجمهور، يعني ترجع الجمهور بتاع زمان للملاعب. الحقيقه يعني اللعيبه نازلين النهارده يعني فرحه هستيريه، وهم نازلين لارض الملعب الاستاد ممتلئ عن اخره. معظم القيادات الرياضيه موجوده، الكابتن عبد الفاروق لاعب رئيس الاهلي موجود، محمد محمود لاعب النادي الاهلي موجود، زي ما قلت لك مكتب التنفيذي للكابتن الكامل كله موجود، وزير الرياضه موجود، بعض الفنانين وبعض لاعبي نجوم الاسكواش موجودين. الحقيقه يعني حاجه تفرح، يعني وزي ما قلت يا كابتن، يعني هو كل الناس وصف قاعده والجماهير واثقه ومستنيه المنتخب يفوز، واحد او اثنين او ثلاثه. حققنا حلم اللي هو التاهل للاولمبياد، بس نقطه صعبه جدا، وان شاء الله يعني تكمل النهارده بالفوز باللقب. زي ما حضرتك كابتن مستر طبعا عارف ان التشكيل هو نفس التشكيل والعناصر نفس التشكيل. نفس التشكيل اللي الكابتن شوقي بيبتدي بيه ماتش جنوب افريقيا وقبليه ماتش الكاميرون الشوط الثاني. يعني ما فيهوش تغييرات. محمد صبحي واسامه جلال وبيكهام واحمد ابو الفتوح وكريم العراقي واكرم توفيق ورمضان صبحي وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي. الحقيقه مفاجاه البطوله، يعني اللعيبه اللي قدرت تثبت نفسها في التشكيل وتدخل التشكيل الاساسي.
طبعا مصطفى محمد احد اللعيبه اللي صعد ان شاء الله في لجيل المنتخب الفتره الجايه مع رمضان صبحي. تمام. وبالوضوح استاذ محمد، كيف تمام كيف استقبال الجمهور لاعبو منتخبنا في التسخين، ولا هم لسه ما نزلوش التسخين؟ لا نزلوا يا كابتن، بداوا يعني طبعا زي ما متعودين حراسه المرمى هم اللي بدأوا، هو محمد صبحي واللي تشجيع كبير جدا جدا، وبعديه طبعا القائد رمضان صبحي اللي نزل اول، يعني اول اللعيبه نزولا للملعب. يعني كالعاده بنشوف يعني في الغالب بنشوف ان النجوم مثلا بينزلوا اخر واحد في الفريق، لكن رمضان الحقيقه بيعمل حاجات جديده للبطوله دي، والحقيقه اثبت نفسه ان هو يعني قائد للكره المصريه جديد قادم الفتره الجايه بعد المستوى المميز اللي بيقدمه مع النادي الاهلي. هو كان اول لعيب للنادي الاهلي نزولا، والحقيقه اللعيب والنقل الاكثر لاعب نال تشجيع الحقيقه في المدرجات، وهو بدوره نزل حياة من الجماهير كلها طبعا، يعني حاجه تحسب للاهلي، وان هو يبقى عنده لعيب زي رمضان صبحي يا كابتن الحقيقه بيقدم مستوى رائع، اللعيبه كلها بتحبه. يعني انا ببقى متواجد في التدريبات بصفه مستمره يا كابتن اسلام، الحقيقه يعني نادرا لما تلاقي كابتن اللعيبه بتحبه وبتسمع كلامه، هو رمضان بيلعب يعني لعب الدور ده الحقيقه، فان شاء الله يقدم النهارده وزي ما تعودنا، وان شاء الله يكون الفريق للفوز باللقب. وزي ما بقول لك كابتن سامي، يعني في اكثر من لعيب مرشح للفوز بافضل لاعب في البطوله على راسهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وعمار حمدي كلهم الحقيقه يستحقوا يا استاذ محمد. يعني ساعتها بعد المباراه نبقى نشوف، لكن اخيرا الماسك اللي كانوا لابسينه لاعبوا منتخبنا الوطني هم داخلين، هل وصل لجمهور الاستاد شافوا الموضوع ولا ما شافوهوش، ولا ايه اللي حصل؟ وكان رد فعلهم عامل ازاي؟ بس الخبر يعني او الصور اتنشرت على الفيسبوك، هو يعني اعتقد ان هو احد المسلسلات الشهيره، فالحقيقه يعني احنا موجودين في المقصوره. هل اثار ردود افعال يعني ولا لا؟ في الاستاد الحقيقه الجماهير تقبلتها بصوره كويسه يا كابتن، والحقيقه ان الناس متقبله اي حاجه من المنتخب الاولمبي بعد الاداء الرجولي اللي بيقدموه في الماتشات اللي فاتت، وان شاء الله تكمل على خير النهارده وتفوز في الامر. انا بشكرك شكرا جزيلا زميلنا الاستاذ محمد مراد الناقد الرياضي.